الأسبوع يبدأ بحالة ماطرة تتراجع تدريجيا، والأجواء تستقر خلال بقية أيام هذا الأسبوع. كل ذلك في التفاصيل بعد هذا الفاصل. إذا يبدأ الأسبوع الأول من العام الجديد بأجواء ماطرة في بعض المناطق ضمن تأثيرات الحالة المطرية القوية التي تؤثر على أجزاء من المملكة. تبقى فرص الأمطار الرعدية قائمة في المنطقة الوسطى بما في ذلك العاصمة الرياض، وأمطار في عموم المناطق الشرقية إضافة إلى بعض المناطق الشمالية من المملكة. ترتفع درجة الحرارة في العاصمة إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، 24 درجة مئوية في الدمام، لكنها تتراجع إلى 11 درجة مئوية في الحدود الشمالية، و18 درجة مئوية في تبوك، 23 درجة مئوية في جدة، و13 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة التي بالمناسبة يتوقع أن تهطل عليها أمطار وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية. يوم الاثنين يتوقع أن تبقى فرص الأمطار قائمة في أقصى المناطق الشمالية، بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر، بالإضافة إلى مرتفعات جنوب غرب المملكة، في حين تتراجع فرص الأمطار عن أغلب المناطق الداخلية والشرقية من المملكة، وذلك يتزامن مع تراجع أيضا في درجات الحرارة. تتراجع درجة الحرارة إلى 17 درجة مئوية في العاصمة الرياض كحد أقصى في ساعات النهار، 20 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 13 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 18 درجة مئوية في تبوك، 23 درجة مئوية في جدة، و14 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. أما في ساعات ليلة الاثنين على الثلاثاء فيتوقع أن يتشكل الصقيع في المناطق الشمالية للمملكة، تتراجع درجة الحرارة مثلا الصغرى إلى درجتين مئويتين فقط. يوم الثلاثاء تستقر الأجواء في مختلف ومعظم مناطق المملكة عدا بعض المساحات من المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية، الأجواء مشمسة، درجة الحرارة العظمى 17 درجة مئوية نهارا في العاصمة الرياض، 20 درجة مئوية في المنطقة الشرقية، 15 درجة مئوية في الحدود الشمالية، 19 درجة مئوية في تبوك، و27 درجة مئوية في جدة، و15 درجة مئوية في جبال جنوب غرب المملكة. لا تغييرات هامة على الأجواء يوم الأربعاء، فالطقس مستقر في أغلب المناطق عدا المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية الغربية، وأيضا لا تغيير على الأجواء يوم الخميس وحتى يوم الجمعة مع ظهور بعض السحب والغيوم بوجه عام في مناطق عدة من المملكة تحديدا يوم الجمعة. إذا هذه هي توقعات الأسبوع الأول من شهر يناير للعام الجديد في المملكة، بداية ماطرة وتراجع في الحالة الماطرة بشكل تدريجي خلال هذا الأسبوع. أتمنى أن يكون هذا الأسبوع عليكم أسبوع خيرا وبركة. دمتم دائما بخير، إلى اللقاء.